وزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي عبد الرحمن غلام الله يستقبل بمكتبه رئيس مجموعة كولي، ويندرج هذا اللقاء في إطار بناء محطة للطاقة بقدرة 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية في تشاد. جاءت هذه الزيارة كجزء من الاتفاقية التي وقعتها جمهورية تشاد مع دولة كوريا الجنوبية في شهر يونيو الماضي، وذلك لتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الطاقة. كما جاء هذا الفريق لمواصلة المناقشات والتحديات الفنية مع الجهات المختصة بوزارة المياه والطاقة. وقال رئيس مجموعة كولي جيمس لي في حديثه بأنه زار دولة تشاد بناء على طلب الحكومة التشادية للتفاكر والتحاور من أجل تطوير الطاقة في تشاد، كما أدلى بأنه إذا تم توقيع الاتفاقية بين الدولتين سوف تساعد هذه الاتفاقية على بناء أواصر التعاون بين تشاد وكوريا الجنوبية. اتفاقيات البلاد المتعددة مع مختلف الدول الصديقة تسعى بكامل جهدها لجلب حياة أفضل للمواطن التشادي، وذلك عبر حل مشكلات الطاقة في تشاد.